السلام عليكم. هذا فيديو جديد لمريض عمره 78 سنة، والمريض عنده مشاكل في القلب. طبعا المريض جاي يشكي من عنده انتفاخ في رجله، شرحنا مرة على الحالة شبيهة بها، ولكن نعود أيضا للإفادة. فالكلو الأول أو نقول الإشارة الأولى اللي تعطينا فكرة أن المريض عنده مشاكل في القلب، أن المريض مداير عملية زي ما نشوفه قدامه، مداير عملية على القلب العام الماضي، وغيروا له الصمام بتاع الصمام الأبهر أو الأورطة. فهذه دائما تعطيك فكرة أن المريض بيكون معرض لمشاكل في القلب في المستقبل. طبعا نشوفوا الأوردة بتاع الرقبة فيها انتفاخ اللي هو الوريد الواجي يقولنا، فنشوف كيف ان الوريد ينبض، والسبب انه يصير في احتقان في الأوردة بتاع الرقبة بتاع الوجه نتيجة زيادة الضغط في القلب، فيصير في احتقان للدم فينتفخ الوريد بالشكل هذا. طبعا واحدة من الحاجات اللي نقدر نجراها لو ضغطنا على القلب لو ضغطنا على الكبد الجهادي، فنلاحظ ان الوريد يزيد حجمه لما تشوف قدامنا، شفت تضخم الحجم بتاعه، والسبب لان الاوردة بتاع الكبد ايضا تصب في الجهة اليمنى للقلب، فلما يصير في ضغط نفس الشيء، فلما ان نزيد الضغط على الكبد يصير في احتقان للاوردة زي ما نشوف قدامنا، ينتفخ الوريد. فهذه طبعا طلبة الطب والأطباء يعرفوا العلامة هذه. حاجة أخرى اللي تعطينا فكرة أن تلقى المريض عنده انتفاخ في البطن نتيجة زيادة السوائل. طبعا كيف نعرف الانتفاخ؟ نشوف مثلا تلقى الصورة طالعة نتيجة أن الضغط جاي من الداخل، وتلقى أيضا اللي هم الجوانب تلقاهم أيضا منتفخات نتيجة السوائل. الحاجة الأخرى والأخيرة أن المريض، وهي طبعا جاي المشكلة اللي يشكي منها بالدرجة الأولى، أن في انتفاخ في القدمين، فلو نشوفه قدامنا فنشوف في تجمع في السوائل في رجلين المريض، نفس الشيء نتيجة زيادة الاحتقان في القلب وزيادة الضغط، فما فيش يعني الدم ما يرجعش بسهولة للقلب، فالمريض يحتاج أن نديره له صورة تخطيط على القلب، وايضا نديروا له ايكو اللي هو صوره الترا ساوند على القلب، وبعدين في الغالب نحاول نحوله يشوف الاخصائي اللي دار له العمليه. شكرا.